المتحف المصري قدام صلاية نعرمر موحد القطرين، هنلاقي في الصلاية أول بدايات للكتابات الهيروغليفية، وهنلاقي لقب نعرمر موجود جوه السرب اللي على شكل واجهة القصر، وجواها رمز نعر يعني سمكة القرموط، ومر اللي هي شكل المطرقة. هنلاقي هنا إن ملك نعرمر اتخذ لنفسه لقب القرموط الغاضب، وكرر اسمه هنا نعرمر قدام شكل الملك.